السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. شهدت أسعار صرف الدولار اليوم السبت استقرارا في البورصة العراقية، وسجلت أسعار بيع الدولار 146.500 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 146.250 دينارا لكل 100 دولار. كان البنك المركزي العراقي قد قرر تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار.